يعملها البهوات الكبار ويقع فيها الصغيرين. بسبب ممارسات الدول الكبرى والدول الصناعية المتقدمة، بدأ كوكب الأرض يقترب من حالة انفجار غير عادي، إلى درجة أن هناك دراسة تم الإعلان عنها منذ ساعات قليلة قالت بالحرف الواحد: البشرية حاليا تقترب من خطر الانقراض الجماعي من فوق كوكب الأرض بسبب ممارسات الدول الكبرى. المسألة عادت قريبة جدا من البشرية في الوقت الراهن، خاصة وإن المسألة فعلا بدأت تتصاعد، وإن هناك الكثير من الأبحاث والدراسات اللي أعلنها العلماء في السنوات الأخيرة اللي بتقول بالحرف الواحد إن البشرية قاب قوسين أو أدنى من خطر الانقراض إلا من رحم ربي. الدول الكبرى خربت كوكب الأرض، وحاليا من سينجو من هذا الانقراض؟ برضه شعوب الدول الكبرى. شفتوا الحزن اللي احنا فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. فاكرين حضراتكم في رواية اسمها السيد من حقل السبانخ للكاتب المصري الرائع صبري موسى. الرواية ديت بتدور أحداثها في المستقبل، بتقول إن البشرية وصلت إلى حالة من التلوث المزري جدا في قلب كوكب الأرض بسبب الحروب النووية المتبادلة ما بين الدول النووية وبعضها. كان من نتاجها ان جزء من البشرية نجا من الكارثة دي، فعملوا حاجة اشبه بالصوبة، الصوبة الزراعية. بدأوا يغلفوا جزء من كوكب الارض بغلاف اشبه بالزجاج وحطوه حواليهم على اساس ان في اشعة نووية وفي بلاوي كتيرة جدا برا في قلب كوكب الارض انتشرت، فصنعوا ليهم حياة مختلفة أسفل الصوبة الزجاجية الضخمة دي اللي ضمت الجزء المتبقي من البشرية. فجيه واحد تمرد على اللي بيحصل، قال أنا عاوز أرجع الكرة الأرضية مرة تانية يا إخوانا، لأن أنا زهقت من الحياة الصناعية دي. طبعا كان هناك تطور بشكل غير عادي، إلى درجة أن الروبوتات كانت بتقوم بدورها على أفضل ما يكون، إلى درجة أن البشرية كان الأكل بيوصل لكل واحد فيهم في قلب الأوضة بتاعته، كل حاجة متطورة جدا، الطيران والتاكسيات اللي هي بيتنقل بيها البشر من مكان لآخر، تاكسيات طائرة وحاجات متطورة جدا، وروبوتات شغالة على أفضل ما يكون، وتطور تقني على أفضل ما يكون. إلا أن واحد تمرد على الحالة دي وقال أنا عاوز أرجع للكرة الأرضية تاني، أنا عاوز أخرج من الصوبة الزجاجية اللي انتوا حطتوني فيها دي. وبدأ فعلا يقود حالة تمرد هو ومجموعة، النتيجة خرجوهم. خرج اكتشف أن كوكب الأرض تحول إلى كوكب أشبه بأدغال فيها حيوانات متوحشة جدا، إلى درجة أن الأشجار نفسها بدأت تلتهم أي كائن حي. فقرر أن هو يرجع مرة تانية ويدق على أبواب المدينة بتاعته مرة أخرى، إلا أن هم رفضوا أن هم يفتحوا له، إلى درجة أن صبر موسى لخص الرواية ديت في كلمة واحدة. وفيه بنت بتقول لحبيبها وهم قاعدين بيشوفوا المنظر من بره، لان هم شايفين اللي بيحصل بره من خلال الصوبة الزجاجية دي، قالت بالحرف الواحد: ألا زال هذا السيد يدق الأبواب؟ ألا يعرف أن عقارب الزمن لا يمكن أن تعود للوراء؟ عاوز يلخص لك المسألة أن التطور البشري جاي وأن الكارثة جاية. هي دي نفس الحالة بالضبط. العلماء أعلنوا عن دراسة جديدة بتقول كوكب الأرض في طريقه إلى الدمار والخراب بسبب ممارسات الدول الكبرى، إلى درجة أن الدراسة دي بتقول إيه؟ لا يوجد نوع أو فصيلة تدوم إلى الأبد، فالانقراض جزء من تطور الحياة. على مدى 5 مرات على الأقل اجتاحت كارثة بيولوجية كوكب الأرض، وده أدى لمقتل الغالبية العظمى من الأنواع الحية في الماء وعلى اليابسة خلال فترة قصيرة نسبيا. أشهر أحداث الانقراض الجماعي لما اصطدم كويكب كوكب صغير بالأرض قبل 66 مليون سنة، وده أدى لهلاك الديناصورات والعديد من الأنواع الأخرى. بعض الناس هتقول لك إيه ده 66 مليون سنة وبتتكلمين عن العمر والكلام ده كله؟
احنا فين والكارثة ديت فين؟ لا حضرتك، اساسا المسائل ما بتقاسش بنفس الطريقة ديت. معنى ذلك ان هذه الكوارث ومثل هذه الكوارث من الممكن ان يتكرر بشكل او باخر في الفترة بتاعتنا ديت. العلماء اكدوا ان الكارثة ديت مش هتكون الاخيرة، يعني هيكون هناك كارثة زي اللي لحقت بالارض من 66 مليون سنة، فافنت البشرية وافنت الديناصورات ولم يبقى الا جزء صغير. انا عايز اقول لحضراتكم برضو، ويمكن احنا عملنا ابحاث ودراسات وحلقات كتيرة جدا عن النقطة ديت، ايام سيدنا نوح لم يبقى من البشرية غير الناس اللي كانت موجودة في السفينة وبدأت البشرية مرة اخرى. أيام سيدنا لوط لما حصل الدمار والخراب والكلام ده كله، تقريبا البشرية كانت انقرضت وبدأت البشرية مرة أخرى، بالإضافة إلى كوارث أخرى. العلماء أكدوا أن احنا في منتصف حاجة بيسموها الانقراض الجماعي السادس، وده الانقراض اللي هيحصل بسبب الزيادة السكانية والسلوك الكارثي بالنسبة للقوى الكبرى وممارستها وتدميرها للمناخ. الدراسة التي أجريت في شهر سبتمبر الماضي واتنشرت في مجلة اسمها PNAS، في الدراسة دي توقع العلماء ان البشرية مش هتنجو من خطر الانقراض إلا إذا تم اتخاذ إجراء دراماتيكي لإنقاذ البشرية بشكل سريع للغاية. يعني النظام المرقعة اللي هم بيعملوه ده بعد تدمير المناخ عن طريق القوى الكبرى والدول الصناعية المتقدمة، ده اسمه مرقعة على رأي المصريين، يقولك فلان الفلانة بتمرقع يعني بيتدلع، شغالين وإحنا لسه بدري ومش عارف إيه، والمية هتزيد 2-3 سنتي، هتغرق بعض المدن، ما تغرق قدامها 100 سنة أو 200 سنة، الأجيال الجاية تتحمل النتيجة. أضف إلى ذلك، فاكرين حضراتكم الحلقات اللي إحنا نشرنا فيها إزاي في حاجة اسمها ملاجئ تحت الأرض، بدأ الكبار والأثرياء والدول الكبرى تعمل الملاجئ ديت للسكان بتوعها، إن في حالة وجود حرب نووية أو طوفان أو كارثة من الكوارث الشعوب الغربية هي التي سوف تنجو. طب الناس اللي زي حالتنا، لأ ما عطلكش بقى سعادتك، أنت ملكش قيمة على الحياة، وبناء عليه سادة الغرب فقط لغير هم الذين سوف ينجون. سبب الانقراض الجديد الزيادة السكانية زي ما قلت لحضراتكم، وأوضحت الدراسة إن الانقراض الجماعي السادس اللي بيسببه الإنسان هو أخطر بكثير مما كان يقدر سابقا، ويتسارع بمعدلات غير مسبوقة. يعني إحنا بنقرب قوي من خطر الانقراض الجماعي، حيث أصبحت معدلات الانقراض العامة الحالية أعلى بمقدار 35 مرة من المعدلات الأساسية المتوقعة في المليون سنة اللي عدت. يا حزن الحزن، يعني عبر المليون سنة اللي فات، مليون أهو حاجة كبيرة قوي، احنا بدأنا نقرب من خطر الانقراض اعلى واسرع 35 مرة من المليون سنة السابقة. تحدثت الدراسة عن ضرورة اتخاذ اجراءات فورية على نطاق غير مسبوق في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة هذا التحدي، والدراسة كمان قالت ان التدمير البيئي الناتج عن نشاطات الانسان يشكل تهديد خطير لاستقرار الحضارة والخدمات البيئية اللي بيوفرها التنوع البيولوجي. يعني كل الطرق بتؤدي الى روما، ده احنا هنشوف ايام ما يعلم بها غير ربنا. قال يعني مسألة ناقصة، مش يعني محتاجين المزيد من الكوارث. علماء يعتقدون أننا وسط مرحلة انقراض جماعي، والسبب ليس صخرة فضائية محطة CNN. تحذير من انقراض جماعي للبشر. شفت حضراتكم المسائل وصلت لحد فين؟ ما هو يقولك البشرية كلها مستقرة على أفضل ما يكون، يجي الكم سنة اللي عايشهم أرمط الغلبان تطبل فوق دماغ أهله، ربنا يسترها.